فحول المستقبل. ها فحول المستقبل. الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك الحاج. تبارك الله على هذا الخير. ياك؟ خير اش مولانا تبارك. الحمد لله. ونطلبوا الله الله يرزق التصرف للجميع. الله يعطينا واحد العام زين، الله يرزقنا المطار. يا ربي. وتحية للشعب المغربي، وتحية لجميع الكسابة، وتحية لجميع العمال. اللي هما كيسهروا على هاد الشيء وكيديروا هاد الشيء وكيخلطوا مع هاد الشيء، حيت هاد الشيء راه ماشي سهل، راه ماشي جاه كواف بسم الله، لان هاد الشيء راه سهرنا عليه الليل والنهار. تبارك الله. وتبارك الله على العمال، الله يعطيهم الصحه، وصلوا هاد الخير لهاد اللي وصلوا هاد الخيرات ديال سيدي ربي اللي كيتمنى كل واحد ليه منا واحد. تبارك الله. ماشي ديالي انا يا بوحدي، حنا راه كنشدوها تبادل الفلوس. هادشي اللي كاين، هادشي راه كل ديال المواطن، كل واحد كيجي يدي واحد جوج وغادي القضيه هكا. هادو لتحسين النسل على السلاله السرديه اللي هي في العالم صبحات مشهوره. هاد السردي هذا هو اللي ممكن توجد في مسكين، وكيتوجد في الرحامنة، وكيتوجد في قصب التادله، وكيتوجد في صراغنا، وفي مجيه مراكش، جميع الانحاء ديال هاد المناطق. هو فين كيتواجد هاد الشيء هذا؟ هذه خيرات سيدي ربي. وشحال ان شاء الله الحاجه تقدم لها؟ العام غادي نقدموا ان شاء الله شي 150. 150 فحل. 150 فحل. ما شاء الله. كلها تبارك الله بهذه الجماليه. كلها ان شاء الله نطلبوا الله كلها تدوز السوفيرات. تفوت الحاج ان شاء الله 83 هذا العام؟ لا لا فايتين. ياك؟ فايتينها. هذا مالو داك الشيء راه ولا بالعبار وبالميزان وما بقاش عند شي واحد اللي كيدير شي حاجه. ياك الحاج اللي كاينه شي حاجه كيستحقها هذه. اللي كيستحق شي حاجه راه كاين. نرجعوا للقضيه ديال العبار الحاج، كي جاتك الحمد لله هذه القضيه دابا اللي ولات جديده. العبار ما بقى حتى شي واحد ما عنده ما يزور، كيتعبر من الكتاف، كيتعبر من الطول، كتعبر من العلق، وكيشوفوا الجمال ديالو، الجمال ديالو كيفاش، واش هو كيستحق هذوك النقاط ولا ما كيستحقش. كيجمعوا لك الشيء اللي عنده عنده اللي عنده، كيتجمعوا الحولي الا هو في 90 نقطه كيدو سوبر، الا كان من تحت 90 نقطه راه كيبقى بروميير. تبارك الله. نتمنوا من الله الحاج دوز كله ان شاء الله سوبر. بنادم كله دابا الكسابه كيديروا تحسين النسل على السلاله السرديه اللي هي خاصها تكون عاليه وتكونوا طويله ومجبده، وكيضرب حتى من اللون اللي هو الاسود، هو ياكل بسواد وينظر بسواد ويمشي على سواد. هذا هو الانسان، هذو هما المواصفات ديال السردي اللي كتكون فيه. تبارك الله. تبارك الله. خيرات مولانا. خيرات مولانا الحمد لله. شحال من قاطع غادي يخرج تبارك الله من هذا الخير. ايوا هذه ايوا شحال من قاطع اللي هو غادي نتمناو ونطلبوا الله من الدوله حتى هي تزيد شويه وتعاون، لان الكساب ما كتعاونوش. هذا الشيء راه غادي وكينقرض، راه ما غاديش، راه غادي وكينقص عند الناس عام على عام. على عام ماشي كيزيد، راه من الكسابه ولاو كيتهربوا لانهم خسروا مساكن. هادشي كلشي فيه الخساره، ما فيش الربح. والحمد لله اللي عطانا الربح هذا العام، راه طاح المطار والام ولات كتاكل من الخلا. غادي يعاون الحاج شويه باش اسواق تقاد الاثمنه شويه. اييه دابا من هنا حتى شهر تسعود ان شاء الله راه عندها ما تاكل. خير عندها ما تاكل. نطلبوا الله، راه عندها غاديه ما غاديه مستمره في الاكل على برا. لا هي والولاد ديالها دابا بحال هاد الشيء اللي غادي نقدموه ل 2024 هذاك كيتعزل من دابا كيبدا خدامين عليه. خدامين عليه، واحد شويه
وقعت شهرين بدو خدامين على 2025. وشحال كتعزل في الاول باش توصل لهاد 150؟ هاد 150 هادي معزوله من 1000 ديال الخروف. تبارك. شي 1200 ديال الخروف. كلها فحلا. كلها فحلا. دابا هاد الشيء اللي هو تعزل واللي بقى غادي يمشي لعيد الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله. حيت هنا كيعطيونا 35% ديال الطانقة. ما كيتعداوش ليك. عندك 1000 ديال الغلم يعطيك 350. عندك 2000 راه كيعطيوك 700. حنا المهم كاينه تبارك الله اكثر من 2000، كاينه شي 3500 راس اللي هي دابا حنا البنت كنخليهم النص ونبيعوا النص. هل العام غتقدم 450 ولا 500 كنبيعوا النص ونخليهم النص. كتجدوا القاطع. نجدوا القاطع كل تحيد الشاب اللي كبرات تحيدها. اللي كبرات كتحيد وكان اللي تتكبر وتبيعها لواحد اخر وكيبقى غادي ينتج منها تا هو. ينتج منها. الله يعطيك الصحه الحاج شي خير وسيدي. مرحبا بكم عندنا فيك. والله ينصر سيدنا. امين. ونطلبوا الله تعالى الله يرزقه يكون في صحه جيده. آمين. ان شاء الله. امين. والله ينصر الاسره العلويه والله يعطينا واحد العام زين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتحيه الراعي الغنم في مكان. ما شاء الله تبارك. خلوا بقى الدور فاش كتخرج تبارك الله كتعطينا نظره اخرى. ياك على برا. واو والله انت جاي داخل بغي نبوك حيد. وانا واضرب مثلا جاي داخل بغي نبوك حيد. كاين واحد فرده ضربه مع تا اخويا الدور مرتين. هذا راه كلشي نسي في شي حاجه.
كنضرب منها بشويه يا Thank you.